السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات، جيت باش نمد لكم واحد النقاط باش نعودوا متفقين على الفترة القادمة أو المرحلة القادمة في القناة. أنا قررت باللي راح ندير فيديوهات تخص الطفل، بحكم أنه بزاف جاوني تعليقات بخصوص تربية الأطفال، يعني فوبيا الحمل، بزاف أمور، نزع المصاصة، الحفاظ، بزاف أمور. كنت ديجا درت موضوعين، راح نتفق معكم على اتفاق. صراحة أنا أم لطفل واحد، يعني التجربة نتاعي قد ما تكون يعني راهي صغيرة بزاف لبعض الأمهات اللي عندهم تجربة أكثر مني، لكن أنا صراحة حبيت نفيدكم بالتجربة نتاعي بسلبياتها وإيجابياتها. يعني انا ثاني كنت يعني ما كنتش نربي هكا، كنت نبحث، بحثت كثيرا وسألت كثيرا، كنت اطفى حاجة كنت نسقسي عليها، يعني نحب نربي الطفل تاعي بطريقة عصرية وطريقة ناجحة، واي شيء تعلمته ولا اكتسبته ولا شفت بلي طبقته ونجح راح يعني راح نطبقه معاكم. كيما موضوع الدراسة مثلا، صراحة ما عنديش خبرة فيه، اذا مش راح نهضر عليه حاليا لاني ما عنديش خبرة. صحيح يعني قريت من قبل لولاد خويا ولا حضرت لهم شوي، لكن كان يعني كان مجرد كنت كعضو ثانوي، يعني ما عنديش خبرة كبيرة بزاف على بيها. حبيت نقترح عليكم اقتراح، مثلا انا كي ندير موضوع في القناة يعني ماذا بيا تقولوا لي آراءكم، خاصة الامهات اللي فاتوا المرحلة هذه ونجحوا فيها. في اي موضوع نطرحوه يحاولوا يقولوا لنا رأيهم باش امهات اخرى تستفاد، واللي راي في مازالت في المعركة قالش الاخر، يعني تدي افكار مني ومنكم انتوما ثاني، لاني انا ثاني نتعلم منكم، لاني مازلت نتعلم ومازلت نربي ومازال طريق طويلة. بالنسبة لعمر الطفل نتاعي، عمره كنت خطأت وقلت لكم بلي عمره 23 شهر، لا هو عمره 25 شهر، كنت خطأت نعتذر. يعني وصل الوقت انه انا من النوع اللي نحب تقارب الولادات، ما نعرف كاين بزاف يوافقوني وكاين بزاف يعني يخالفوني في الرأي. على بها قلت لكم بلي انا رأيي مش يعني حتمية ولا رأيي هي ثابتة، لا آرائي نسبية تختلف من أم لأم ومن مكان لمكان ثاني ومن تجربة لتجربة. حبيت برك ندير هذا الموضوع لأني يعني راني ناوية نفوت على مرحلة جديدة، نعود ندير على الأقل يوم، كل يوم أو يوم بعد يوم، موضوع يخص الأمهات بخصوص الطلبات اللي طلبتوها، حتى بكامل الطلبات استنادا يعني لخبرتي القصيرة الصغيرة. بس كيما قلت لكم نقول لكم ناجح منها، ونقول لكم حتى السلبيات وعلاش لا، ندي منكم افكار كيما انتم ساعات تدوا مني افكار. هذا هو البنات، انتظروا، مازال بزاف بزاف مواضيع راح نقترحوها مع بعضنا كامل، راح نديروا منتدى ونخلو التعليقات فيها ارائنا وتجاربنا باش الكل يستفيد. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم.